هاي مع حلقة جديدة من هذا سينوز وورد وهي ماجازين. وأكيد بعد 4 أشهر من البانديميك منلاحظ إنه حياتنا تغيرت، وخاصة مع تقديم أول ديجيتال هود كوتير عم تتقدم من دور الأزياء الكبيرة والمصممين الأزياء. منلاحظ الفيدراسيون دو هود كوتير حبت تقوم بهالعمل الجديد حتى تخلي عالم الموضة وعالم الكوتير على تجدد دائم. وأكيد بهيدي الفترة كل حدا من الماركات الكبيرة ودور الأزياء والمصممين حبوا يعبروا عن إبداعهم على طريقتهم الخاصة فيها، وبالآخر عالم الهود كوتير هو مثل الحلم. اليوم رح نفرجيكم مع هاديا سينوز وورد وهي ماجازين بالقسم الأول أهم دور الأزياء كيف شافوا مجموعات الموسم الجاي على طريقتهم الخاصة فيها. ومنفتتح الديجيتال كوتور يلي بتصير لأول مرة مع المصمم إلي صعب. إلي صعب بهالموسم حب يرجعنا للجذور من تصاميمه بالشك والتطريز والشغل اليدوي اللي بسموه الابتيماء. وعند إلي صعب الفيديو كان تحت عنوان لو روتور او سورس، يعني على الرجوع إلى الأسس. أما عن دار أزياء شانيل كان الفيديو معمول من عدة موديلات اللي رجعونا لفترة الثمانينات وبنفس الوقت لفترة الماري أنتوانيت لما بتجي للأحذية. وهيدي المجموعة كانت روك كوكو وبتذكرنا كتير بالمجموعات مصمم كارل لاجرفيلد حسب ما بتقول المصممة فيرجيني فياخ. بلما قدم 13 موديل بس لكن على السن على الطريقة الفرنسية المشبعة. وبهيدي المجموعة حب يحتفل المصمم أوليفييه بال 75 سنة من تأسيس دار أزياء بلما لحد اليوم، وحسب ما بيقولوا إنه هالدار الأزياء قطع 75 سنة وكل فترة كانت مختلفة. والمصمم حب يقدم هيدي المجموعة بالتحديد على البوت حتى يذكر قديش باريس هي السيتي أوف لايت. الموديلات تنوعت من كل المصممين اللي قطعوا بدار أزياء بلما من أوسكار دلارنتا، روستين وغيرهم من المصممين، وأكيد على التركيز على التيارات المميزة اللي بتذكر بفترة التسعينات. المصمم جون بول غوتيير بالفيدراسيون دو هود كوتور دو لا مود بالسكادجول تبع الهود كوتور حب يقدم فيديو مميز تحت عنوان نو شو. نقى عدة شخصيات كتير قريبة لإله وعمل مثل الفيديو، وكان الفيديو تحت عنوان دو شو ماست جو اون، يعني ما في شيء في وقف عالم الموضة، عطول في طرق جديدة. رونالد فان ديركم مصمم من هولندا صار له بعالم الهود كوتور من 2014، من هيدا الوقت بيقدم مجموعاته باسبوع الموضة للهود كوتور بباريس، وحب يقدم فيديو كلياته مرح بنفس الوقت مثل ذكريات حلوة وكيف عم بفرجي كيف الحياة عم تتغير من سنة لسنة بطريقة جديدة ومختلفة. وقدم 12 قطعة بهيدا الفيديو وكان تحت عنوان Army of Love. فيكتور اند رولف بالنسبة لهالديو
شافوا التغيير، وببداية الفيديو مكتوب The Change يعني التغيير، وفينا نقول من هالأربع أشهر لحد اليوم وطريقة تقديم هالعروض هي مختلفة. من هيك منشوف كيف انعمل هالفيديو وشاف كيف الابتكارات تبع هالمصممين على طريقتهم الخاصة فيهم مختلفة بطريقة جديدة وكرياتيف. يعني فينا نقول انه عالم الهوت كوتير هو عن جد هو كلياته قصة حلم، ومنلاحظ انه كيف كل مصمم كل ماركة وكل دار ازياء بيعبر عن ابداعه بطريقة مختلفة كليا. بس لكن فينا قلكن انه الحلم بيضلوا، بس ما في لحد اليوم مثل الاحساس لما نكون عم نشوف العروض لايف ونشوف التصاميم والابداعات on the spot. على كل حال العالم عم يتغير، ونحن مع هادية سنوز وورد وهي ماجازين بدنا نخليكن على طول up to date بكل شيء عم بصير بعالم الموضة. باي باي.